5 كيلومترات هي المسافة الفاصلة بين ميناء الحديدة وقرية منظر التي تقع جنوب المدينة على الخط الساحلي. يسكن هذه البلدة الصغيرة زهاء 4000 مواطن يعمل غالبيتهم في مهنة صيد الأسماك مقابل أجر يومي زهيد. تعاني منظر كغيرها من مناطق السهل التهامي الحرمان من الخدمات الأساسية وأبسط مقومات الحياة، كما أن معدل الفقر والبطالة يتسع يوما بعد يوم في ظل الحرب الراهنة التي أحالت حياة أبنائها إلى أسوأ مما كانوا عليه، خصوصا مع سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع على المحافظة. ازداد وجع أبناء هذه البلدة أيضا مع انقطاع المياه الصالحة للشرب عنهم بشكل تام وتوفر مياه الآبار المالحة فقط. بشكل جيد تغطي نسبة على في القضية، ولكن حصل توسع في قرية المنظر وزادوا فيها الساكنين والقاطنين، مما أدى إلى عدم وصول المياه إلى مناطق الأطراف لعدم وجود شبكة، وهو ما يدفع بالنساء إلى البحث عن المياه وجلبها من بعيد. عندما جاءت هذه الأوضاع انقطعت المياه بسبب هذه الأوضاع التي حاصلة في اليمن، وإن المرأة بالقرى منها منظر تأخذ عبء عليها من جلب المياه. المرأة في قرية منظر تمثل نموذجا نوعيا وفريدا للمرأة العاملة التي تتحمل الجزء الأكبر من أعباء الأسرة، وبالرغم من دخول المنطقة في إطار مدينة الحديدة إلا أن نساء هذه المنطقة لازلن يعيشن الحياة البدائية كحال قريتهن البعيدة كل البعد عن محيطها الاجتماعي.